لاحظ كمية المياه المتوفرة كمية المياه المطلوبة ديما. بالنسبة لنهر دجلة بالنسبة للعراق اللي هو اللون الأخضر، لاحظ قد الديمان ريت عندها هي أكثر من الأفيرة. بالنسبة للأسباب الداخلية، قلة السدود والبحيرات الحازة للمياه على أنها السطحية للعراق، عدم إجراء كري للأنهر وإزالة النباتات، طبعاً هذه تستهلك كميات مياه كبيرة جداً. ونزلنا من السماء ماء بغرة. سد الموصل يعتبر واحد من أهم الخزانات المائية، واللي هو يفترض يعني يفترض ارتباط مباشر وارتباط فعال بالنسبة للعراق، بالنسبة لأزمة المياه، وبالنسبة إلى معالجة مشاكل المياه، وأيضاً التنمية الزراعية والصناعية والأمور الأخرى. حضرنا اليوم إلى الجامعة التقنية، المعهد التقني في الموصل، لحضور ندوة علمية عن شحة المياه وعن سد الموصل بشكل خاص. احنا كوننا كمدير سد الموصل قدمنا بشكل دقيق ومختصر أهداف وأهداف سد الموصل في معالجة مشكلة شحة المياه في البلد. اليوم الكادر العراقي يعمل جنبا وجنب مع هذه الشركات الإيطالية والفيلق المهندسين في برنامج مهم جدا لنقل التكنولوجيا المتطورة من هذه الشركات وتنفيذها كواقع حال من قبل الكادر العراقي بعد مغادرة هذه الشركات. كل هذا العمل الدؤوب من تنفيذ وصيانة لأعمال التحشية وتنفيذ لأجهزة التحسس وأجهزة رصد إضافية تم نصبها خلال هذه الفترة، والتي مكنتنا من تقييم وتحليل لنتائج الأجهزة التحسس بشكل دقيق. ونطمن الجميع أنه سد الموصل بوضع جيد جدا، يستوعب كل إن شاء الله كل موجة الفيضان المقبلة وتأمينها وخزنها في سد الموصل لاستفادة منها في الزراعة والصناعة والموارد المائية الأخرى لنهر دجلة، وتأمين مياه الشرب والمياه الزراعية إن شاء الله بنسبة قليلة تكون بنسبة معينة، ولكن هذه النسبة ستكون نسبة جيدة إن شاء الله إذا اعتمدنا الخطة التشغيلية التي أعدتها وزارة الموارد المائية. يقيم المعهد التقني الموصل أحد تشكيلات الجامعة التقنية الشمالية ندوة عن أزمة المياه وما من آثار سلبية في واقع زراعة واقتصاد نينوى. زار وأشرف على هذه الندوة الأستاذ الدكتور موفق يحيى حمدون رئيس الجامعة التقنية الشمالية، كان أحد محاضري هذه الندوة الأستاذ الخبير رياض مدير سد الموصل للاطلاع على واقع أزمة المياه في محافظة نينوى وما ممكن تقديمه من معالجات من أجل سد النقص والشحة في محافظة نينوى. طبعا بهذه الندوة سلطنا الضوء على أهم المشاكل اللي تخص الموارد المائية بالعراق والواقع الحالي والمستقبلي في العراق. طبعا سلطنا الضوء أيضا على السدود المقامة على نهري دجلة والفرات باعتبار شريان الحياة بالنسبة للبلد، والسدود هذه كيف راح تأثر على الواقع المائي بالبلد والواقع الزراعي. احنا بالبلد يعني ما فقط نهتم بكمية المياه، نوعية المياه، المشاريع الآن اللي مقامة على نهر دجلة والفرات يعني ما فقط راح تأثر لي على كمية المياه اللي راح تدخل، كذلك راح تأثر على نوعية المياه. حقيقة هذه الندوة أقيمت من أجل الارتقاء بالواقع العلمي للجامعة التقنية وتطوير سبل التواصل مع دوائر ومؤسسات الدولة. حضر هذه الندوة جمع غفير من المنتسبين والمهندسين والسيد رئيس مدير مشروع سد الموصل ونخبة كبيرة من الأساتذة أصحاب الاختصاص. كل الشكر والتقدير لقناة الموصلية على متابعتها وتواصلها معنا في نقل الحقيقة ونقل التطورات العلمية التي تهم الموصل والعراق بشكل عام.